حمام امامي هنا سؤال، هل حسب معلومات اللي عندك ممكن الاتحاد العام تنشر شغل هو نفسه كذلك ينخرط في عملية ضغط من أجل وأنه الحكومة تبدل موقف تاعها؟ يعني نجم راهو تصعيد اضرابات او تحركات قطاعيه. انا في رايي المنظمات الاربعه ما عندهمش خيار اخر، يا اما مش تتنفذ هكا خرطه الطريق اللي هما بنوراها واللي هما النجم نقول لك حتى فرضوها على الناس باش تصحها وكل شيء، ولا هما نفسهم الزقيتها مش تمشي، هما نفسهم القواعد نتاعهم وحتى على مستوى الغالبيه فهمتنا الشعب التونسي مش يقول لهم عملتوا خرطه الطريق هذه باش تبقوا تتفرجوا والا باش معناها باش بالضغط، لان يعني المنظمات هذه في حد ذاتها تمارس ضغط يمارس عليها ضغط من القواعد فهمتني نتاعها، لان الازمه رغم ما همش افرايجيه المنظمات هذه، الازمه قاعده تنعكس على الخدامه اللي مخرطين والاجراء في الاتحاد العام للشغل، والازمه قاعده تنعكس على قواعد اتحاد الصناعه والتجاره من معناها اصحاب الاعمال وسيدات من الاعمال ما همش لاقين المناخ فهمتني الملائم لهم، قاعدة تنعكس على المحامي، قاعدة تنعكس كذلك على الحقوقيين وغيرها وعلى الإعلاميين، قاعدة تنعكس على شعب كامل، ولهنا يلزم الناس كل تتحمل المسؤولية نتاعها، وبطبيعة الحال هذه فرصة في كاف فهم باش نقول بالمنظمات الأربعة الراعية باش نقول لهم إيه اليوم يلزمنا مع بعضنا نفكروا في الخطة نتاعنا أمام رفض رئيس منها الحكومة الانصياع لمقتضيات خرطة من الطريق للبارح في الليل اللغه الدارجه نتاعنا مش يبرول هي ينطبقوا خرطة الطريق وتوقف وفي الاخر بالكل باش يقول مش مستقيل حول ما من كل ما المهام الاساسيه، وانا نقول لك الحكايه الكل في الاخر بالكل في الاخر بالكل ما يحبوش في نهايه الامر حكومه كامله الصلاحيات تنقل تونس، يحبوا حكومه انتخابات باش يضمنوا نجاحهم في الانتخابات منها الجايه، ولكن ما هوش نجاح بصندوق، نجاح بتزوير مسبق عن طريق التعيينات وكالشدان نتاع مفاصل الدولة اللي عملوه منها مسبقا.